ينضم إلينا أيضا مشاهدينا عبر الهاتف دكتور سامي السعداني، رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة. دكتور سامي، بعد التحية، كيف يعني رأيت هذا الافتتاح، وهي يعني الافتتاح هو المرحلة الثانية من ضمن هذه الافتتاحات في هذا المشروع الضخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يولي فخامة الرئيس اهتمام كبير بالزراعة المصرية، ولكي نؤدي الدور كوزارة الزراعة في مجال الانتاج الزراعي لتغطية الاحتياجات الغذائية والصناعية للنمو السكاني المتزايد في مصر والعالم، لابد من الاهتمام بالأسمدة، لحيث أن الزراعة والصناعة هما قاطرة التنمية. صحيح. وأن زيادة الانتاج الزراعي والصناعي يتطلب توفير مستلزمات الانتاج. من أهم عناصر مستلزمات الانتاج الزراعي هي الأسمدة والمخصبات الزراعية. والتي يوفرها قطاع الصناعة. وتولي الدولة اهتمام كبير بتوفير الأسمدة بالمواصفات القياسية اللازمة. كما وضح سيادة معالي سيادة اللواء إيهاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حيث لأول مرة نصدر الأسمدة بالمواصفات القياسية لدولة مثل استراليا، وقامت الدولة بتشجيع العديد من المصانع الاستراتيجية والاستثمارية بهدف توفير هذه الأسمدة، لأنها تعتبر من الصناعات الاستراتيجية وتتأثر بالأسعار العالمية. وتولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل الجهد لتوفير هذه الأسمدة للمزارعين في توقيتات الزراعة وحسب احتياجات المحاصيل. طب اسمح لي يا دكتور سامي، أنا هسأل حضرتك سؤال فني، بما أن حضرتك طبعا متخصص في الانتاج الزراعي. مجمع الأسمدة الأزوتية اليوم هو عبارة عن مجمع ضخم يحتوي على 6 مصانع كبرى لانتاج الأسمدة الأزوتية. نحن نتحدث عن انتاج الأمونيا، نتحدث عن انتاج اليوريا السائلة، نتحدث عن انتاج اليوريا المحببة، انتاج حامض النيتريك، وأيضا هناك مصنعان سوف يدخلان الخدمة، لإنتاج نترات النشادر، وأخيرا إنتاج نترات النشادر الجيرية. بصفة حضرتك خبير يعني أستاذ دكتور سامي في هذا الموضوع تحديدا، لماذا تم اختيار هذه المصانع لإنتاج هذه المنتجات بعينها؟ ما أهمية هذه المنتجات، بمعنى آخر ما أهمية هذه المنتجات لتحسين الجودة، جودة المنتج الزراعي المصري؟ أنا وضحت أن حضرتك في الوقت الراهن فخامة الرئيس بيولي اهتمام كبير بالزراعة المصرية والتحرك إلى إضافة أراضي جديدة تساهم في زيادة الإنتاجية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. الأمر لابد من إنشاء مصانع للأسمدة النيتروجينية كما افتتح معالي سيادته فخامة الرئيس اليوم بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، لأن الأسمدة هي عصب الزراعة، فاستخدام الأسمدة المعدنية أمر ملح وضروري للإنتاج الزراعي، و بجانب استفادة الدولة من الخامات الأولية المتاحة بمصر. ولهذا اهتمت الدولة ببناء قاعدة صناعية استراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للمواد الأولية المتوفرة لديها لإنشاء وتعظيم إنتاجية صناعة الأسمدة، لأن صناعة الأسمدة تعتبر من ضمن منظومة البتروكيماويات والعديد من المشروعات الكبيرة التي أنشأت.
نعم. وخاصة في العين السخنة كمجمع ليس للأسمدة النيتروجينية فقط نعم. ولكن سبق هذه الخطوة إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية من خلال شركة النصر للكيماويات الوسيطة نعم. وهذا يتيح إلى الرؤية المستقبلية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال تعليمات فخامة الرئيس وغزو والتحرك إلى إنشاء أراضي جديدة من خلال التوسع الأفقي وإضافة إلى الأراضي الوادي والدلتا حوالي 3.5 مليون فدان وهذا يؤدي إلى الأمن الغذائي لمصر ولهذا كان من الضروري والقرار الصائب إنشاء مصانع للأسمدة سواء فوسفاتية أو اليوم أسمدة نيتروجينية حيث أن أراضي مصر لأن إحنا بنقع في مناخ المناطق الجافة أو نصف الجافة بمعنى عندنا انخفاض في المادة العضوية حيث أن المادة العضوية في مصر حوالي لا تزيد عن 2% وهي تعتبر مصدر من المصادر النيتروجينية وبالتالي الرقم 2% تعتبر أراضي مصر لوجودها في المناخ الجاف فقيرة في عنصر النيتروجين دي معلومة مهمة جدا أستاذ دكتور سامي يعني دي معلومة مهمة جدا أن وجود فقط 2% من هذه المخصبات يعني يعطي الأهمية لإنشاء مثل هكذا مجمعات صناعية تخدم هذه الصناعة. دكتور سامي السعداني رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة أشكرك شكرا جزيلا.